بسم الله الرحمن الرحيم، معكم حمزة التحريفة من مدينة تطوان فائل جمعوي 22 سنة، عضو مدينة جمع الشباب، عضو مدينة جمع الشباب موجود، لدي إجازة في قانون خاص بميزة مستحسن. كنت أنتظر التوظيف الإجباري لكن تفاجأت بالتسليم الإجباري، وصراحة الله العائلة ديالي تفاجأوا بهذا القرار، واللي تفاجأت أنا بالخصوص هو المقدم اللي عندي قال لي أنا بحسب البريد، واش ما عنده حتى دور هنا المقدم أو صلاح أو الخياط أو القايل اللي عنده كاشي تما أو إلى غير ذلك. انا و الى غير ذلك، واش انا كاستحقت الاجباري؟ واش هاد الناس هادو واش حماق؟ واش ما كيعرفو شي؟ واش ما كيقدرو شي الظروف ديال بنادم؟ واش انا فاهم تعطيني شي وظيفه وما كيجيب لي بدلني لا عباد الله؟ هذا المنكر هذا، وانا اطلب من هذا المنبر ان يدمجوا هذه الفئه داخل المجتمع، ليس بجد الاجباري وانما بعوامل اخرى، وشكرا.